نرجع لكم مشاهدينا بلقائنا الأخير من يوم جديد، بيجمعنا بمصممة الرقص العربي المعاصر السيدة لميا صفي الدين. ست لميا صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. يعطيك العافية. أهلا. حضرتك مقيمة بالعاصمة الفرنسية وما زلت إطلالتك اليوم من العاصمة الفرنسية؟ نعم، من باريس. أهلا وسهلا فيك. من حجر باريس لحجر لبنان. يعني القاسم المشترك كورونا فيروس. نعم للأسف. ممكن هالشيء يترجم بالرقص التعبير اللي يعني بتمتهنيه وبتبدع فيه؟ خليني بس أعطي لمحة سريعة عنك ست لميا لو سمحت للمشاهدين لا يعرفوا أكثر من أحاور. تعتبري حضرتك السيدة لميا صفي الدين كمصممة رقص وكراقصة من بين أهم فناني العالم العربي بمجال الرقص التعبيري والحركية الإبداعية، لأنك عرفت كيف تبرزي الرقص العربي المعاصر وتعطيه مكانته العالية وحررتي اللي هو كان عادة جامد ومقولب مثل ما منقول باللبنان الدارج. كيف قدرتي كسرتي كل هالجماد إذا بدك بالرقص التعبيري وعطيتيه حياة وحررتيه من كل القيود السابقة؟ هو كان عمل دؤوب. يعني أنا بلشت كتير صغيرة بكل صبايا بنات بلادنا، وبعدين يعني السفر الإجباري لأنه صار في حرب الأهلية بلبنان خلتني سافر على بلاد مختلفة وتعلمت الرقص الخلاق. فلقيت بالرقص الخلاق أنه أحلى شيء واحد يكون خلاق بس يعني يشتغل على رقصه الطبيعي والرقص التقليدي، ويقدر من جذوره يعبر عن واقعه المعاصر. نعم. فكتير استقبت كمان سافرت كتير على البرازيل، على أفريقيا، على أوروبا، يعني عشت بالبلاد وتعرفت على كل أنواع الرقص هالعالم، الأرجنتين والتانجو، وأخذت دايما واقع بلادي وكمان صعوبات الحياة الموجودة عنا لأنه نحن بوضع حرب، لتعبير اللي كنت أنا عم عيشه من صعوبات وشعبنا عم يعيشه أكثر وأكثر. نعم سيدي لميا، أتيت على ذكر أنه حولتي الرقص يعني أخذتيه إلى رقص عربي معاصر. لما بنحكي عن عصرنة أي فن من الفنون وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة متقدمة حيث العولمة والدنيا كلها منفتحة على بعضها، منكون عم نلغي هوية أو جذور أصل هذا النوع من الفن؟ لا، عشان هيك أنا سميته رقص عربي معاصر. نعم. لأنه أنا بأوروبا إذا قلت معاصر بيفكروني عم نرقص مثل بينا باوش اللي هي ألمانية، أما بيجار. لا، بيجار يعني عمل رقص حديث وتطوره للمعاصر. لا، معاصر بس لأنه مثلا أعطيكم فكرة، برقص على فيروز، برقص على زياد رحباني، برقص على مرسال خليفة، برقص على صافي بوتيلا من الجزائر، على لطفي بشناق من تونس. يعني موسيقيين، الموسيقى اللي بيستعملها بالعمل هي موسيقى فنانين معاصرين مهمين من حياتنا اليومية. هلأ هن أصلا مجزرين بهالموسيقى بثقافتنا العربية الشاملة، وأنا عم عالج وضع مثلا المرأة المعاصرة، مش نعم. المرأة بالقرون البداية، بس كله معلق ببعضه لأنه ما بتكون أنت مظبوط عم تعبر عن شيء واقعي إذا ما كنت كتير مجزر. نعم. اليوم سطحي. نعم، يعني حضرتك عم بتقولي ست لميا انه عم بتعبري عن شيء حاضر اليوم وبتنقلي فيه يعني واقع معين. حضرتك عم تحكي عن واقع المرأة، نحن بنعرف انه يعني نظرة بعض الشعوب الى المرأة وتحديدا من تمتهن فن الرقص على انواعه هي يعني نظرة بتعرفي يعني شو بيشيبها، يعني إذا بدك انطلاقا من الصفة بيقولوا رقاصة وليست راقصة.
حضرتك كيف عم تتفاعل وتتكيفي مع هالنظرة إذا بدك، ومع يعني الأفكار النمطية حول الرقص بعالمنا وتحديدا حول المرأة الراقصة؟ هو هذا كان الموضوع اللي طرحوه فرقة شباب من اسمهم مهم الهلال الخصيب. شباب هلأ أسسوا جمعية كتير نشيطة وسألوني هالأسئلة. أصلا كأنك عم تسأل بفرنسا إنه هل رقص المولاروج وهو بيمثل رقص أوروبا، أما رأس فرنسا اللي هي عندها 20,000 دبكة مثل دبكتنا، 20,000 منطقة مع تراث مختلف من الرأس، وعندها الأوبرا وعندها الرقص المعاصر. فرأس الكباريه المصري ما بيمثل بالنسبة لإلي وبالنسبة لواقعنا ونحن بنعرف غير 0.00% من رأسنا العربي الموجود بعالمنا العربي. من يعني لبنان لوحده قد صغير، عنده كذا دبكة كذا منطقة، ورأس السماحو في عنا كتير أنواع رأس تعبيري تقليدي، ديجا تقليدي بعالمنا العربي قد هو الشاسع. فعشان هيك بالنسبة لإلي إنه ترقص المرأة عنا بترقص بكل حفلاتها، بترقص ببسطة، ترقص بحزنة، خاصة بالعالم المغرب العربي بيعرفوا بعد يعبروا عن الحزن بحركة جسد. بنرقص كمان بالصوفية، بنرقص أكيد بنرقص لحتى نتعاطى مع الله. لقوا ابن عربي والصوفيين إنه أحلى طريقة هي الرقص، وبيبرموا لحتى يصيروا يعني من هالكون. نعم. فأكيد أنا راقصة وأنا كتير فرحانة أنه عم أقدم على المسرح بإطار مسرحي مع شغل أضواء مع اهتمام الجمهور، مش رقص تسلية أنه عم يشربوا كيس وعم يسمعوا موسيقى. لا، مش رقص استهلاكي، لأنه حتى الموسيقى ما نحكي عن الرقص، بس تجي لتسلي الناس بتقول زيادة رحباني ما عش عم يسمعوها أصلا، بتكون عم تساعدهم ليشربوا. فنحن هيدا عملنا يعني عفوا وكأنه يعني الفنانة لمية صفية دين عم تقول عن مهنة الرقص الشرقي بداخل الحانات أو بالمطاعم أو بين طاولات الساهرين هو رقص استهلاكي. نعم، هو استهلاك، هو معمول ليسلي لحتى انه صاحب هالمطعم يقدر يشرب. بس في فنانات راقصات كبار يعني بداياتهم كانت من هذا المكان، وانطلقنا الى يعني اذا بدك صفوف اماميه، فتحوا مدارس وصاروا هن قدوه بالرقص الشرقي. الرقص الشرقي بس ما بيمنع انه حتى هالراقصات مثلا لنحكي بالجميلات اللي اثروا بالعالم العربي. نعم. مثل تانيا. نعم. جمال، هن اصلا ما قدروا أثروا إلا لأنه صار في مخرجين قوية مصريين، بيناتهم حتى يوسف شاهين أخذ واقع راقصة وحطوا أولبها بإطار فيلم عنده معنى وعنده أضواء، خلى سحر هالرقص يبين. أي موسيقى برجع بقول مش ضروري تحكي عن رقص، بس تكون معمولة بإطار غير اهتمام. يعني بس يجي الإنسان دفع وقعد وسمع وبيعرف يقدر شو عم يصير. هلا مزبوط، انا بالنسبه لي الرقص الشرقي اللي موجود بالكباري المصري وبالمطاعم كذا استهلاكي، وبيأذي جسد المراه وبيأذي حتى المشاهد، لانه بفيق فيه كل شيء، هو اكثر شيء بديء بفكره. بس يكون الرقص على المسرح معاصر. يعني انا شو اثر فيي؟ اثر فيي كاراكلا، اثر فيي مسرحيه. نعم. فيروز، هذا رقص مسرحي رائع. طيب ستنا عفوا على المقاطعه، يعني لما بتوصفي بالاستهلاكي منه انتقاص من قيمه يعني الراقصه الشرقيه، حتى نكون واضحين. حتى انتقاص مش انتقاص للتقنيه. نعم. تقنيا كثير تطوروا، بس اللبس اللي لبسوه اللي هو دو بيس، يعني هو يعني اللبس كثير دقيق وصغير. نعم. ومشكشك مثير يعني، وخاصة الإثارة قد ما هو هاللبس الكثير انه صار مثل مايو دو بيس. صحيح. حدد له من قدرات رأسه.
يعني بد يعني لحتى يبينوا الجسد اكثر شيء مزلط، فخفف من قدرات، لانه اذا حركت اي حركه اذا بدها توقع بتروح عليها، يعني كل شيء بتخربط. فعشان هيك انه اصلا هالزي اللي لبسته الراقصه الشرقيه بمصر مش اصلي، جاي من استهامات هوليوود. هوليوود تخيلوا بس بلشوا يعملوا البيبلوم على ألف ليلة وليلة، أما على مصر فراعنة، اخترعوا هالزي دو بيس يعني وحسب استهاماتهم هن، وراحوا نحن بعدين المصاروي قلدوهم بأقل ذوق وكتروا الشكشكة. ليش؟ لأنه ما كان في أضواء. كله للفت النظر هاللي عم يأكل ومش منتبه أصلاً تورات مبرومة، ونزعوا الموسيقى. يعني الموسيقى العربية الرائعة تبع أم كلثوم بيقدروا ينزعوها ويعملوها بس طقطقة لحتى بس يلفت النظر. فبالنسبة لي هيدا بس يعني بتروح إلى 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 ريتم إيقاعي أكثر من يعني ميلودي موسيقية. على الطرب أخذ على القول. أصلا صار شغلة استهلكي لربح المال. فما هيدا مش أنا بعتبر هيدا موجود بس ما بيمثل رقصنا العربي. بس هيدا إنه متكأنك بولان روج بيمثل رقص فرنسا، ولو يعني كل بنات فرنسا عم تتزلط وتحط ريش بالتيزا حتى ترقص. لا مش مزبوط. طيب ست لميا ستلمي صفي الدين، ايه حبيت الفكره انه تحط الريشه بتيزا؟ ايه ما بيمثل عادي طبيعيه. بعدنا عم نحكي نحن كرمال التحرر، ولما بنكون عم نرتقي بمستوى الفن ببطل مصطلحات يعني لها دلاله وايحاءات، بنكون عم نحطها بقالب بيخدم الحوار اللي عم نعمله نحن وياك. نعم، لانه انا رقصت اصلا، لو بتعرف ليش رقصت، رقصت لان كنت باوروبا وكنت انا كنت متمكنه من اللغه الفرنسيه لانه تعلمت بالكوديفوار فترة عشان الحرب تركنا. مهم كان محمود درويش ومارسيل خليفة وغير مثقفين عرب يندعوا على خشبات المسرح بأوروبا ببلجيكا كنت وقتها، وما كانوا يرفضوا معهم حق يحكوا فرنسي. طلبوا مني أنا كنت صبية صغيرة يعني 19-20 سنة أنه أنا ترجم على المسرح. طب نقضيها نترجم؟ شو ما ترجمت أنا محمود درويش قدام يوصل للمشاهد البلجيكي. عشان هيك بلشت ارقص. رقصت مش لحتى بين انه انا بعرف ارقص، رقصت لانه لقيت انه الرقص التعبيري بيوصل هم وحرب بلادي. يعني عم نحكي نحن ثمانينات عز دين الحرب، اكثر ألف مره من الخطاب السياسي اللي مش عم يوصل، ومن حتى الشعر اذا بده يترجم. فنجاح اعمالنا التعبيريه ومسرحياتنا بلشنا نبرم بكل اوروبا شجعني انه كافي. انا هدفي انه عندي لغه الجسد، ولغه الجسد ما بدها ترجمه والموسيقى ما بدها ترجمه، فبقدر اوصل معاناه شعبي بالخارج. هيدا كان هدفي الاول. بتقولي ستنا بحديث لصحيفة لوموند انه مفهوم السفر عندك هو عبارة عن غوص بصميم تعددية ثقافات رقص العالم العربي. يعني قد ايه انك تغوصي بثقافة كل بلد مهمة صعبة، تعملي ابحاثك تاخدي حضارة فن تاريخ كمان يعني اذا بدك فن معاصر وواقع البلد الحال اليوم حتى تكون الصورة لوحة مكتملة برقصك التعبيري. هل بيطلب منك مجهود كتير كبير؟ بس تكون انت عندك شغف. ما مجهود، هيدا هيدا لذة اكتشاف انثروبولوجيا. انا يعني ظروف الحياة وبعد عن لبنان والعزلة يعني الإكزيل الهجرة خلتني أعيش بالبلاد، إنه ما إنه عملت سفريات. أنا عشت بالبرازيل 4 سنين، عشت بالمغرب العربي كنت صغيرة بس عشت بأفريقيا. فبس كون أنت عم تعيش بهالبلد وعم تتكلم لغته وعم تتعلم تاريخه وثقافته. أنا عملت دكتوراه بعلوم التربية. فهيدا كل شغلي الدراسي وبعدين عايش بالبلد. بعدين الجسد موجود، مش ضروري حتى تروح على المسرح لتشوفه. يعني طريقة المشي، طريقة الحركة تتعلم. هلا أنا بس
ارقص مثلا بعد عندي رقص عن الحنه، عندي رقص عن الكحول. يعني انت انظر للمراه، هي رقص، حركتها، طبيعتها. اصلا انا وعم بنظر لك ست لميا، يعني عم شوفك قدامي كلوحه راقصه بالجسم، القسم العلوي من جسمك، لان حركه راسك، لفتت شعرك، حركه ايديك، وكانه انا امام لوحه من الرقص التعبيري انما عن بعد وبالقسم العلوي من جسدك. هل قد عايشة الرقص بكل يعني مفاصل وتفاصيل حياتك؟ يعني مبين على لغة الجسد عندك. هو يعني الطليان كمان ونحن كمان وانت كمان، هلا التلفزيون مرات بجمد، بس عملت انا ليليت، قدمت عمل اسمه ليلى ليليت، اصلا موجود هون وراي، كان بالمسرح مونو ببيروت، وقدمته حتى بصور. تعجبت انه على قد ايه المراه اللبنانيه عندها حركه وعندها هيك طبيعيه. مرات التلفزيون بجمدها لانه كنت على التلفزيون، ولانه بتشوفوا بس القسم الاعلى، ولقيتهم حتى النساء ما عادش حركوا كثير ايديهم، نوع من الضبط. فهيدا اللي بحكيه، انه واقعنا الحالي عم يضغط على الجسد بطريقة، كان الاجتماع التقليدي ضغط كتير على الجسد، المرأة وقال لها تكون عاقلة وتتصرف بطريقة هيك انه مؤدبة بس انه محدودة. بس كمان الشاشة التلفزيون والخوف من الجمهور بيخلي كمان النساء كتير واعيين وكتير حرين بواقعهم بحياتهم، انه يأدبوا كأنهم جسدهم، مع انه الجسد ما في كذب. هيدا برجع بقول انه بس يكون عم يكون جامد، بس انا شوف امراه عربيه كثير جامده قدام التلفزيون بحس في تمثيل. نعم الحقيقه نحن بنتحرك، والرجل نفس الشيء. طيب ستنا، التلفزيون هو اطار كمان غربي، ما تنسوا. نعم. هيدا مش من اصلنا وفصلنا. نعم ستنا، بعد عندي سؤال اخير قبل ما يخلص وقتنا. بتشجع اليوم السيدات، بتعرفي بفعل كورونا فيروس والازمه اللي عم نعيشها بلبنان تحديدا وبمجتمعنا العربي، اذا بدك هذا المجتمع الضيق حول يعني حريه المراه وحقوق المراه، عم بيعيشوا حالات من ستريس، اوقات بتترجم بصحتهم، اوقات يمكن بصحه افراد عائلتهم او بصحه الحياه الزوجيه الثنائيه، بتنصحيهم يروحوا الى الرقص التعبيري حتى يعني تكون مثل مساحة من الحرية بينه وبين نفسها بالدرجة الأولى؟ أنا بعتبر أنه المرأة العربية حرة أكثر بينه وبين نفسها من المرأة الغربية، لأنه أنا عايشة بأوروبا. لحتى أكون سريعة، نحن عندنا حرية أكثر مع الجسد بينه وبين نفسنا، وحتى بالأنتيم، يعني بينه بمحيط الداخلي مع عائلتنا، حتى بفكرنا أكثر شيء متحفظين، ومثلا الدين الإسلامي داخل كثير فيهم، أما الدين المسيحي بنوع من أنه الجسد بشي شيء. فأنا بالنسبة لي كثير نساء بيقدروا وقادرين وبيرقصوا بحياتهم اليومية. اللي بشجعنا أكثر بالحجر انه يعطوا وقت، ان كنتوا رجل ام امراه، وقت للجسد، يعني وقت لترجعوا تتحركوا، وقت لترقصوا. هلا الاطار الفيديوهات والانترنت بيسمح لكم انه صحيح، لانه الجسد اذا الحجر صار الحجر مضبوط على الجسد عم يخلق امراض. ونحن الحريه الموجوده عنا هي خاصه اللي تكون براسنا، انه نتحرر من نظرة الآخر، لأنه أنت بقول سارتر أنه الجهنم هي الآخر. نعم. ست لميا صفي الدين، أنا سعد بلقائك. قبل ما أختم معك وودعك، عندك شي زيارة قريبة للبنان؟ وهل في شي من أعمال فنية قريبة أكين بباري أو بأي دولة من الدول اللي عم بتجولي فيها حضرتك؟ نعم، أنا ناطرة أخذ بس الطعم لأنه بعد ما وصلني دور. نعم. بتمنى أكيد روح على لبنان، أصلاً عيش لما تعيشوا، لأنه الواقع هو هيك، لازم واحد يكون دائماً قريب لبلاده. نعم. جسدياً مش بس بالأفكار، لأنه أرى سياسي. وعنا عمل اسمه صراخ الجسد. حبي كتير، هو معاصر على الجاز، على الهيب أوب والرقص العربي المعاصر، فحابين نقدمه بلبنان وتأجل كل مرة. وبفرنسا عنا عمل اسمه طقوس
تقدم بمتحف الكبرونلي تبع شيراك، رح يرجع يتقدم ان شاء الله قريبا. نتمنى لك التوفيق مصممة الرقص العربي المعاصر السيدة لميا صفي الدين، وإن شاء الله يعني كلنا هيك منعيش هيدا التحرر بعقلنا حتى ينعكس على لغة الجسد تبعنا، ونكون هالقد مرتاحين مع حالنا بالدرجة الأولى بغض النظر. ما بس تحرر جسدك بتحرر راسك، بس تحرر راسك بتحرر جسدك، إنه هو ما في فرق. بس أنا البداية كمان احكي معك لأنك يعني لحظة قلتي لي شغلي، يعني البداية فيي حرر تفكيري من تحرير جسدي والعكس بالعكس بيجوا مع بعض، بس تحرر جسدك أسد. بس أنا كعقلية شرقية دغري فكرت إنه بحرر تفكيري لحرر جسدي، لأن تعرفي نحن هون بالشرق نظرتنا وعلاقة الجسد أكين عند المرأة وعند الرجل، يعني أوقات يعني بيصير في نوع من الاتهامات بياخدوك لمطرح أنت منك موجودة فيه أصلا. لا قصدي بس إنه بس أنت تحرك جسدك وتعطيه مجال، وإن كان برياضة أما برقص، نفسيتك وداخل الرأس من مخك بيرجع بينفتح. والعكس بالعكس، هاللي قصدي فيه إنه ما في أصلاً نجم إذا بدكم إنهيها جبران خليل جبران بس يقول إنه كيف الشاعر إنه حريته وعقله برأسه والكاتب يمكن بإيده، بس الفن الحياة بالجسد كامل وجسد الراقصة. نعم هذا جبران قاله مش أنا. نعم، ملاحظة أنه ماني حابب أنهي الحوار معك بس مضطر، يعني الوقت بيفرض علينا. إن شاء الله بلقاء تاني تكوني ببيروت ومنتابع يعني هالصرخة معكم بالرقص العربي التعبيري على المسارح، وبيكون لبنان بألف خير بإذن الله، وتكوني ضيفتنا باستوديو ست لميا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا لهون بينتهي لقائنا معكم، بشكر فريق عمل البرنامج لليوم الاثنين. بكره 8:30 صباحا مع زميلتي ميراي حكيم نكد، انا برجع بطل عليكم بيوم جديد. تضلوا بألف خير، انتبهوا على حالكم.